للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. معلم كلمة صغيرة تحمل في طياتها معان كبيرة تعني السمو والعلا، فكل حرف من هذه الكلمة هو مفتاح لغد واعد وأساس لكل جيل صاعد. بشكر معلماتي كلياتهم وبتمنى لهم السعادة وكل عام لهم خير. عم بيعلمونا وبيبنوا الأجيال كلها، بعتبرهم أنا مثل أهلي، تعبهم لهم فضل علينا كثير منيح. إحنا لولاهم إحنا ما كنا وصلنا لهالمواصيل. معلمو اليوم سر النجاح والاستمرارية، وأطفال اليوم معلمو الغد. كلمات صغيرة حروفها مقتبسة من جميع المعلمين، تحملها شفاه براعم لتطبع على وجنة كل معلم قبلة شكر وتقدير واحترام. بتشكر كل الأساتذة والمعلمات اللي فضلن علي، هن اللي طلعوني الأولية، كثير بتشكرهم. بشكر المعلم لأنه تعبوا من أجلنا، جهودهم معنا ومنعايد عليهم. في كل زاوية من زوايا المدرسة قصة لمعلم أحرق نفسه ليضيء الطريق إلى العلم، قصة يرويها لنا كل طالب مبجلاً هذا العطاء اللامحدود، راجياً أن يكافئ معلمه بمستقبل مشرق. بوجه تحية كبيرة للمعلمين وبشكر أنه عم بيوعونا على جيل منيح، وإن شاء الله حنكون أحسن شيء. نشكر كل الأنسات والأساتذة يلي قدموا كل حياتهم عشانا. إحنا لولاهم ما كنا وصلنا لهاي المرحلة. أشكر كل معلماتي ومعلميني يلي درسوني وخلوني أطلع الأولي بكل الصفوف، وكل عام أنتم بخير وإن شاء الله يضلوا معلمينا بكل الأول. أنا بتشكرهم لأنه هن مثل أمي وأبي. كل عام وجميع المعلمين بألف خير، كلمة ترافقها ابتسامة كبيرة من قلب كل طالب إلى كل معلم. بقول لهم كل عام وهن بخير لأن هن تعبوا معنا كتير. كل عام والمدرسين بخير. بنقول لهم كل عام وهن بخير. كل عام أنتم بخير لكل المعلمين. كل عام أنت بخير أساتذتنا الكرام. كل عام إن شاء الله كل أساتذة بخير. كل التقدير والاحترام لبنات الأجيال الذين ربوا أبطال اليوم وجيش الغد على عقيدة الوطن والشرف والإخلاص.